يتوقع خبراء هيئة الإرصاد الجوي أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات والمدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 18، الصور 11، اسكندرية 18 11، مطروح 17 10، بورسعيد 19 12، اسماعيلية 18 11 وجوها مائل للبرودة. بالنسبة للسويس 18 11، العريش 19 8، طابة 18 11، شرم الشيخ 23 15، الغردقة 23 15 وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 21 9، أسوان 22 9، الوادي الجديد 21 6، شلاتين 25 20، حلايب 22 18 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.